إلى معجبي الزوج الأسطوري جاي زي وبيونسي، بالرغم من أن النجمين ظهرا على أتم حال خلال جولتهما الأخيرة، لكن حميمية المسرح لم تدحض الشائعات عن طلاقهما المرتقب. بدأت القصة عندما صفعت أخت بيونسي جاي زي في المصعد. تقول شائعات الكواليس أن جاي زي على علاقة بمغنية في R&B أقل شهرة اسمها ميا، ويشاع أن جاي زي يدعمها ماليا. وحسب ما يقال فإن الزوجين سوف يتمان طلاقهما بعد انتهاء الجولة الموسيقية. ما الذي يهم الناس في سوريا وغزة الآن أكثر من أخبار جاي زي وبيونسي؟ فما رأيكم يا سادة؟